النهارده 5 ايام انطلاق مهرجان العلمين الجديده. طبعا زي ما بنقول في عدد كبير جدا من الفعاليات بتتنوع ما بين فعاليات فنيه ورياضيه وثقافيه وترفيهيه. كل يوم بيطلعنا زميلنا العزيز محمد سعد الموجود هناك على اهم فعاليات اليوم. محمد سعد، مساء الخير. مساء النور زميلتي ايمان، ومساء الخير على كل مشاهدي انت مساء دي موجود مساء. في انهي مول في العلمين؟ قولي. انا موجود دلوقتي، طبعا كل الناس بتسال ايه اللي داخل الابراج الشاطئيه. احنا دلوقتي داخلين او احنا موجودين في محيط الابراج الشاطئيه، وبالتحديد من داخل احد الابراج الشاطئيه، داخل احد المولات التجاريه في مدينه العلمين او الابراج الشاطئيه. المول زي ما انت شايفه ايمان، مجرد دخولك فيه يحيلك ان الساعه صبح 5 العصر دور 6 العصر، الدنيا نهار زي ما انت شايفه. بالظبط. فمجرد دخولك فانت بتحس يعني الدنيا بره ليل وداخله هنا، ده فبتحس علشان ان خلينا الدنيا نوضح نهار، للناس يا محمد، فالموضوع ده كده علشان لذيذ. القبة، ودي حاجة جديدة. القبة اللي بتغطي المنطقة دي في المول بتدي الإحساس بالنور الصباحي، وبالتالي شغالة ليل ونهار كأنك في الظهر يعني. بالظبط بالظبط. فعشان كده يمكن في اقبال كبير جدا على الموضوع، مكان الابراج الشاطئيه والمولات التجاريه هنا. المول هنا طبعا يعني كل الاماكن الترفيهيه موجوده في مدينه العلمين. منطقه الابراج الشاطئيه فيها كل الحاجات الترفيهيه. اتكلمنا امبارح لما كنت معاكي على الهواء، كنا قدام الممشى، الممشى ده قدام الابراج الشاطئيه، جنب الممشى طبعا الحديقه المركزيه برضو في محيط الابراج الشاطئيه، ده غير طبعا الشواطئ، ده غير البحيره الطبيعيه، ده قدام الممشى، ده كلها اماكن ترفيهيه موجوده. ده غير هنا طبعا موجود قاعات السينما، موجود البنوك، موجود شركات الاتصالات، موجود الهايبر ماركت، موجود محال مطاعم كافيهات. هنا عشان كده نقدر نقول مدينه العالمين هي المدينه الساهره والمدينه الساحره. فطبعا مدينه العالمين مجهزه بكل التجهيزات لاستقبال كل واهم الاحداث الفنيه وكل الاحداث العالميه، والدليل أنا على كده شايفة طبعا من مهرجان الصور العلمين والفيديوهات وهيكون اللي الحدث بتذاع يا محمد على الهواء مباشرة، معانا لقطات من داخل المولات والفنادق وحتى في الممشى. أنا شايفة ما شاء الله في زحام شوية وفي عدد كبير من الناس والشباب والأسر، فوصف لي بقى. طبعا هو المكان أصلا العلمين الجديدة الأماكن فيها كمان واسعة بشكل كبير، فتقدر تتحمل يعني نسب إشغال عالية جدا جدا على كل الزائرين والقادمين. فوصف لي كده الدنيا عندك عاملة إزاي؟ بالظبط. يمكن بداية مدينة العالمين يا إيمان تم تنفيذها على مساحة 50,000 فدان، فالمدينة طبعا كل حاجة معمولة فيها بحساب، الطرق بحساب، كل حاجة مخصص لها، مكان مخصص للدرجات، مكان مخصص للجري، مكان مخصص لركن السيارات، كل حاجة يعني منظمة بشكل كبير جدا جدا. عشان كده في اقبال بشكل كبير على مدينه العالمين الجديده، اقبال من كل الفئات العمريه وكل الفئات الاجتماعيه. يمكن انا عاوز اركز على الحته دي كمان، مدينه العالمين يا ايمان الاسعار، انا لما لفينا في مدينه العالمين الاسعار لانها مناسبه. في حتى منطقه موجوده هنا في مدينه العالمين زي بالظبط الاولد ماركت بتاع شرم الشيخ، اسمها منطقه السوق هنا في مدينه العالمين، الاسعار هنا مناسبه في مدينه العالمين. عشان كده بقى في اقبال من كل المصريين على مدينه العالمين. بيت الناس مثلا اللي كانوا بيصيفوا في اسكندريه، بيصيفوا في مطروح، لا جم هنا مدينه العالمين. وعشان كده احنا بندعو طب كل الناس دي تيجي معلومه طبعا مهمه مدينه جدا، العالمين خلينا نقولها يشوفوا للناس يا المكان. محمد، لانه في بعض الناس بتعتقد انه الفنادق او الاماكن المتاحه للعالمين كلها مثلا في فئه سعر معين، لكن انت بتقولي انه لا، كل الفئات تقدر تكون موجوده وفي حاجات بتناسب الجميع. بالظبط. يمكن دي النقطة المهمة اللي أنا بحاول يعني ممكن نحاول نشرحها للناس. أنا يمكن من خلال الأيام اللي فاتت اللي كنت موجود فيها يا إيمان، أنا نزلت بنفسي حبيت أسأل الأسعار، حبيت أسأل الفنادق الأسعارها بكام؟ تتراوح من كام؟ لا الغرف يعني في حاجات بتتراوح من 1000 جنيه في اليوم و2000، لا يعني متاحة لكل الناس. الأسعار في الفترة اللي فاتت كان منتشر على السوشيال ميديا، مش عارف ازازة المية ب 200 جنيه و250، حاجات كده غريبة، لا مش موجود في مدينة العالمين، ده ممكن يكون كومباوند خاص او الكلام ده، لا مدينة العالمين اسعار عادية، انت حقيقي اسعار زي القاهرة، يعني لا مش الاسعار اللي انت ممكن تسمعيها خالص 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 يعني. فعشان كده هي متاحة لكل الناس، متاحة لكل الفئات الاجتماعية. غير كده الشواطئ، الشواطئ مفتوحة لكل الناس كمان، الشواطئ مفتوحة لكل الناس، ممكن أي حد يجي ينزل الشواطئ، في شواطئ مغلقة وفي شواطئ مفتوحة لكل الناس، الناس لو حابة
بشكرك يا محمد على هذه الصورة الحلوة في المكان. بشكرك شكرا جزيلا، وطبعا هرجع عليك تاني على طول علشان يعني تدينا فكرة كده عن كل اللي بيحصل أثناء فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. شكرا محمد سعد.